للأهالي بأن يتكاتفوا جميعا مع الحكومة في تحقيق الازدهار السياحي، بأن يتم شارع الحكومة بصدد اتخاذ قرار بغلق شارع المعز واعتبار هذا الشارع هو للمشاه فقط وعدم مرور السيارات. هناك أيضا بعض البنود التي سوف يتم اتخاذها غدا في أو بعض القرارات في الاجتماع، من أهمها غلق المداخل والمخارج المؤدية الغير قانونية والمؤدية إلى منطقة الأهرامات، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تمهيد الطرق الرسمية بشكل واضح وبشكل ممهد حتى يتم وصول السائحين لمنطقة الأهرامات بشكل قوي. أيضا هناك تعامل مع وبعض القرارات الخاصة بالباعة الجائلين، سوف يتم تحديد أماكن مخصصة لهم، وأيضا هناك سوف تكون تسعيرة معلنة حتى لا يتم الإعلان بأن هناك من يستغل السائح في أثناء جولته في مصر. نعم. هناك أيضا كانت لقاءات للسيد إبراهيم محلب. نعم. رئيس الوزراء، من أهم هذه اللقاءات أيضا لقائي مع السيد وزير الكهرباء للوقوف على أزمة انقطاع الكهرباء ومحاولة لوضع حلول جذرية لها في خلال هذه الفترة. أيضا التقى المهندس إبراهيم محلب مع السيد اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد، وقد نعم. شكره على الفترة التي قضاها كمحافظا للوادي الجديد وما حققه من تنمية هناك. نعم، أشكرك جزيلا. من مقر مجلس الوزراء أحمد أبو الحسن. قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بحبس حازم صلاح أبو اسماعيل عاما في قضية اتهامه بارتكاب جناية التزوير أثناء تقدمه للترشح للانتخابات الرئاسية الماضية. يتم التحقيق مع أبو اسماعيل في ضوء البلاغ المقدم ضده من لجنة الانتخابات الرئاسية المتضمن اتهامه بالتزوير في إقرارات رسمية للجنة أورد بها على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية، في حين أن المستندات الرسمية أفادت بعكس ذلك. أما المحكمة فقد قضت في نظر قضية أخرى بحبسه عام في قضية إهانة القضاء. تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بتورا قضية محاكمة عصام سلطان وآخرين بتهمة إهانة قضاة مجلس الدولة. كان أمر الإحالة قد وجه إلى المتهمين قيامهم في غضون عام 2013 بدائرة قسم قصر النيل بإهانة عدد من قضاة مجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تلفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معهد أمناء الشرطة مراسل النيل رمضان المطاني. رمضان، كيف تسير الأجواء في المحاكمة لديك حتى الآن؟ نعم، جنايات القاهرة حكما بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ على المتهم حازم صلاح أبو اسماعيل بتهمة إهانة المحكمة خلال انعقاد الجلسة الخاصة باتهامي بتزوير جنسية والدتي. وكان الدفاع خلال الجلسة الذي عينته المحكمة بعد انسحاب المحامية الأولى الذي اعترض عليها المتهم حازم صلاح أبو اسماعيل، وكان خلال مناقشة الدفاع للمحكمة اعترض المتهم حازم صلاح أبو اسماعيل موجها كلامي للدفاع بأنه قال إنني لا أعرفك ولا أنت لم تلتقي بي وإننا لم أمثلك، فعارضه القاضي وقال له أصمت وأخرجه خارج القفص. على إثر ذلك التهمة قال حازم أبو اسماعيل بالنص وكمان المحامين من عندكم على إثرها تم الحكم عليه بالشغل بمدة عام مع الشغل والنفاذ. أيضا المحاكمة الأصلية التي يحكم فيها حازم صلاح أبو اسماعيل وهي تزوير جنسية والدته الأمريكية خلال تقدم خلال انتخابات الرئاسة عام 2012 تم حجزها للحكم للسادس عشر من إبريل القادم. أيضا استمعت المحكمة اليوم إلى شاهدي الإثبات وهو موظف من وزارة الخارجية وأيضا موظف من النيابة العامة الذين أثبت أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية من خلال الوثائق التي حصلت عليها
وزارة الخارجية والمباحث العامة التي تفيد بأن والدته حاصلة على الجنسية منذ عام 2006 وأنها مواطنة أمريكية بالفعل وتدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية. هذا ما حدث خلال جلسة حازم صلاح أبو إسماعيل اليوم. إليك نجلاء. نعم رمضان المطاني من معهد أمناء الشرطة، شكرا جزيلا لك. أرجعت محكمة جنايات القاهرة إلى جلسة الغد محاكمة رئيس المعزول محمد مرسي و14 متهم آخرين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية أحداث الاتحادية. جاء التأجيل بغرض استكمال الاستماع إلى شهود الإثبات. يواجه مرسي ومن معه اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في شهر ديسمبر من عام 2012. من جهة أخرى حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الثلاثاء القادم لاستئناف نظر قضية الهروب من سجن وادي النطرون التي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي. تضم القضية أيضا قيادات بالإخوان والتنظيم الدولي للجماعة وناصر بحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. كانت محكمة الجنايات قد أوقفت في 24 من فبراير الماضي السير في المحاكمة بعد أن قدم المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي دعوى لرد هيئة المحكمة والتي قضي برفضها يوم الأربعاء الماضي. أقامت كلية الهندسة بجامعة القاهرة ورشة عمل لرفع جودة أداء التعليم الهندسي الخاص وذلك تحت رعاية الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم والبحث العلمي. الورشة تهدف إلى إصلاح التعليم الهندسي الخاص وتشكيل لجنة لتقييم أداء المعاهد والكليات الهندسية الخاصة. لرفع جودة أداء التعليم الهندسي الخاص ليكون بداية الطريق نحو الاعتماد عليه في الفترة القادمة، عقد القطاع الهندسي بوزارة التعليم العالي ورشة عمل تحت رعاية دكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الورشة دي بنقول ان احنا عندنا معاهد هندسية محتاجة ان احنا نقيمها ونقول لها اللي احسن نقول له احسنت، واللي محتاج تعديل نقول له عندك نقاط قوة ومحتاج نقاط ضعف عايزة تتحسن. دي اهمية الورشة في الظروف الحالية تمهيدا للمعاهد الهندسية الخاصة للاعتماد. تهدف الورشة التي أقيمت في كلية الهندسة جامعة القاهرة إلى إصلاح التعليم الهندسي الخاص في المعاهد الخاصة وتشكيل لجنة لتقييم أداء هذه المعاهد. بنحاول نقيم المعاهد العليا للهندسة، والمعاهد العليا للهندسة هم عددهم 44 معهد الآن، وتمثل نصف خريجي الهندسة في مصر من هذه المعاهد. طبعا احنا عايزين هذه المعاهد تصبح إضافة للتعليم ولا تكون عبء عليه بأي حال من الأحوال. احنا بنقيم هذه المعاهد كل سنة لتحديد القدرة الاستيعابية لها. الورشة يتم تقييم بها المعاهد الصناعية والهندسية على عدة أسس، منها تقييم الإمكانيات المادية والبشرية وتقييم اللوائح الدراسية والهياكل الإدارية لهذه المعاهد. دي تالت واللي بيعقد فيها زي ما شفنا كده من المؤشرات اللي اتعرضت انه حصل تطور في الثلاث سنوات اللي فاتوا، تطور طبعا نتيجة يعني تطور مخالف للواقع الحقيقي يعني، لكن تطور لانه في اجراءات اتعملت، في توصيات اتخذت، في بعض التجديد في المواصفات. حضر الورشة عدد كبير من أساتذة الكليات ومعاهد الهندسية وعدد من المسؤولين والوزراء السابقين الذين سيشاركون في اللجان ووضع التوصيات. أعلن الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل الذي يزور عمان حاليا أنه سيتم افتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق خلال الأسبوع الأول من شهر مايو القادم. وأوضح الدميري أن عدد ركاب المرحلتين الأولى والثانية من الخط الثالث سيبلغ 1.5 مليون راكب يوميا، فيما سيصل إجمالي ركاب الخطوط الأول والثاني ومرحلتي الثالث إلى 5 ملايين. كما يتم إنشاء خطوط حديدية غرب الدلتا والنيل وهي جديدة وتعمل بالجار الكهربائي بعيدا عن الشبكة الحالية. في
تطورات الشأن السوري، أعلنت الغرفة المشتركة لأهل الشام والتي تتكون من 3 تشكيلات كبرى من فصائل المعارضة أنها تمكنت من قتل 40 عنصرا من قوات النظام في منطقة الرموسة بمحافظة حلب عبر استهدافهم بقذائف من المدفع الضخم المسمى مدفع جهنم. وفي وقت سابق قال ناشطون إن مقاتلي المعارضة تمكنوا من تدمير عدد من المباني التي يتحصن فيها عناصر من القوات الحكومية في عمليات مدينة دير الزور وإدلب وحلب. لصوت يعلو فوق صوت الرشاشات الثقيلة والبراميل المتفجرة، أجواء تختصر الكثير مما يقال حول الحال الذي وصلت إليه سوريا، ولا يدفع الثمن غير الشعب الذي خرج قبل سنوات مطالبا بإسقاط النظام. فعلى مسافة قريبة جدا من مركز المخابرات الجوية الواقع غربي مدينة حلب، ووفقا لما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجرى معارك عنيفة أوقعت عشرات القتلى، حتى أن البعض يصفها بالأكثر شراسة منذ طالت ألسنة العنف مدينة حلب في فبراير قبل عامين. الاشتباكات بين الجيش النظامي وكتائب المعارضة المسلحة على الأرض ليست هي المعركة الوحيدة التي تشهدها حلب، فإلى جانب ذلك يقصف الطيران الحربي المدينة بالرشاشات الثقيلة والبراميل المتفجرة، لم تسلم منها أحياء دمرت بالكامل. الوضع في مدينة دير الزور لم يختلف كثيرا، حيث شهدت هي الأخرى اشتباكات بين الجانبين في حي العمال بالتزامن مع قصف استهدف الحي. وقد تمكنت كتائب المعارضة من تدمير عدد من المباني التي يتحصن فيها عناصر من القوات الحكومية في حي الصناعة. ولا يقتصر الاقتتال في سوريا على المعارك الدائرة بين الجيش النظامي والحر، وإنما يمتد ليشمل اقتتالا داخليا بين فصائل المعارضة نفسها في مدينة البوكمال الواقعة شرق سوريا، ليخلف أكثر من 60 قتيلا خلال يومين. وبحسب المعارضة السورية فقد أسفر الصراع والتناحر بين جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش والكتائب المسلحة الأخرى أسفر عن مقتل نحو 3000 شخص. بانوراما نيل متواصلة، وفيها بعد قليل قائد المتمردين في جنوب السودان يهدد بمقاتلة قوات الإيجاد ويؤكد سيطرته على مدينة تانتيو الغنية بالنفط. شيخ الأزهر في أسوان للتوسط بين الدابودية وبني هلال وانتظام الدراسة في مدارس وجامعات المحافظة. الحبس عام بحق حازم أبو اسماعيل في قضية إهانة القضاء وتأجيل نظر دعوى تزوير جنسية والدته إلى 16 من إبريل الجاري.